نعم. طيب باشمهندس بهجت، هذه التقارير استندت أيضا إلى تقارير سابقة أوضحت قيام طهران بمد الجيش الروسي بطائرات مسيرة انتحارية، قالوا بأنها منحت التفوق للجيش الروسي في هذه الحرب وساهمت في زيادة الخسائر لدى الجيش الأوكراني، بماذا تعلق؟ شوف يا سيدي، الروس والكثير من الأنظمة يعني العسكرية في العالم تدور في بعض الأحيان على أسلحة رخيصة، لأنه الصواريخ وما يسمى بالمسيرات المنتجة في هذه الدول مثل إيران على الأقل، يعني صواريخ لا يتجاوز سعرها من 2000 إلى 5000 دولار، الصاروخ المسير، هذه الطائرات المسيرة أو ما يسمى بالانتحارية. فممكن، مع أنه لم تعرض لنا أوكرانيا أي طائرة من هذه الطائرات، لكن ممكن الروس يستخدموها لإشغال الدفاعات الجوية المتطورة الغالية الثمن، الصاروخ الواحد بربع مليون، فإذا تشغله أنت وتخليه ينطلق على طائرة سعرها 2000 دولار، فهذا نوع من الاستهلاك للطاقات والقدرات للناتو ولأوكرانيا. لكن صدقني يا سيدي، لا يمكن أن تحسم الطائرات أو المسيرات الإيرانية، وخلي أقول لك يعني ما معقولة دولة مثل روسيا بهذه الإمكانيات تغير موازين المعادلة في أوكرانيا بأسلحة إيرانية إحنا شفناها باللغة العراقية الدارجة نسميها الأسلحة التتن، والتتن ما بفائدة، يعني هل يعقل يا سيدي؟ وإحنا شفناها في المنطقة وهاي أنا أقول لك الصواريخ الإيرانية اللي تريد تستخدمها لتحطيم البنى التحتية عند العرب في سوريا في العراق في دول الخليج، نعم إيران عندها مثل هكذا صواريخ متطورة، لكن لحد الآن لم تستخدمها ولا يمكن أن تستخدمها. بعدين خلي أكون معاك واضح أخي على اليوم الوضع الإيراني مرعوب، الدولة كلها مرعوبة منذ أن تم اغتيال المرحوم إسماعيل هنية، ما قادرة ترد. شفنا أكثر من 360 صاروخ إنتاج إيراني أطلق من جنوب لبنان على إسرائيل، القتلى 8 دجاجات، رأس فؤاد شكر ب8 دجاجات. يا سيدي لا، يعني الحقيقة أنا لا أنجر إلى هذا التهويل الغربي، لكن واضح أن المعادلة الموازنة في هذه المعركة الآن ليس لصالح أوكرانيا. الروس ما ممكن أن يقبلوا بهزيمة مع أوكرانيا ومستعدين لهزيمة كل أوروبا، هذه دولة عظمى وعدها إمكانيات ودولة منتجة للسلاح، أوكرانيا دولة غير منتجة بحاجة إلى دعم وإلى مساعدات، وحتى الغرب متعب من هذا الدعم، وبالنهاية لابد أن يكون الحل فيها حل سلمي، لكن هذا من أجل جعل إيران بعبع، دولة مهمة واستراتيجية وممكن تغير موازين القوة، وهذا يخدم الحقيقة من يعني يمشي في هذا المشروع الإعلاني لإيران ولإمكانياتها، هذا واضح من أجل أنه تصل الرسائل أيضا إلى بعض حكام العرب للهرولة نحو التطبيع بحجة أنه إيران صارت دولة يعني ممكن تغير موازين القوى. أنا الحقيقة هذه المهازل والمسرحيات لا تنطلي علي، وحقيقة أقدر أجزم أنه روسيا ليست بحاجة إلى صواريخ قصيرة المدى اللي يحكي عنها الإعلام، وعلى أساس أنه زيلينسكي بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى لاستهداف موسكو ولاستهداف البنى التحتية الاستراتيجية. وخلي أيضا يعني أوصل لك معلومة أخي العزيز، الغرب فشل في هذا الدعم لأوكرانيا، لا هو قادر يدعم ويدخل حرب مع روسيا، ناتو ما يقدر يدعم ويدخل إلا في هذه الحالة، ممكن تتغير موازين القوة بحكم أن هذه الدول عندها إمكانيات، لكن الغرب لا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع روسيا، يعرف النتائج
يعرفها مقدما، الروس جادين وممكن يستخدمون. لكن أنا أقول لك زيلينسكي يريد يورط الغرب في حرب نووية مع روسيا، ما يقدر. الغرب يعلم حجم إمكانياته، يعني الغرب إلى حد اليوم أخي علاء، نعم، صار أكثر من سنتين والمعركة الحرب في أوكرانيا، ما قدر يحتوي إمكانيات روسيا في العالم اقتصاديا. الغرب وأمريكا هناك حصار على روسيا، لكن لم يؤثر على روسيا. أنا واضح وصريح، الروس توسعوا في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في الدول العربية، هناك علاقات تجارية متطورة وتصدير. وهذه الهند، الهند اليوم تستورد أكثر من 3 مليون برميل بس من روسيا نفط، فما قادرين ولا قادرين يفرضون حتى على حكام العرب أنه قاطعوا ارفضوا الحرب الروسية على أوكرانيا. حتى الدول العربية والأفريقية والأمريكا اللاتينية إلى اليوم تتعامل مع روسيا، ما قدرت أمريكا تقنعهم بأنه يوقفوا ويجمدوا ويمنعوا استيراد من روسيا. هذا أيضا فشل أيضا يعرفه زيلينسكي، والغرب يعلم أنه ما قدر، ما نجح، بالعكس ازدادت صادرات روسيا، توسعت روسيا في دول أفريقية كانت دول تابعة لفرنسا،